الدولار الأمريكي يسجل استقرار أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات، ووزير الزراعة السوري يؤكد أن أسعار زيت الزيتون تفوق متوسط دخل الفرد، وأستاذ اقتصاد يوضح أن انخفاض سعر الدولار حالة مؤقتة وسيعود للارتفاع مع نهاية شهر رمضان الكريم، وأسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا على خلفية انخفاض سعر الأونصة عالميا. كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. حافظت الليرة السورية على تماسكها مجددا أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات اليوم الجمعة 15 مارس 2024، وسجل الأخضر في السوق السوداء مستويات 14000 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء. وفي نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي ما زال الأخضر يسجل مستويات 13400 ليرة، وسجل الدولار في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك 13400 ليرة. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، وزير الزراعة السوري يؤكد أن أسعار زيت الزيتون تفوق متوسط دخل الفرد. وفي التفاصيل قال محمد حسان قطن وزير الزراعة في تصريحات صحفية أنه لا يوجد أي نية لزيادة الكمية المسموح بتصديرها من مادة زيت الزيتون عن 1500 طن. وأوضح وزير الزراعة السوري أنه كان مسموح بتصدير كمية تصل إلى 40000 طن من زيت الزيتون، وفيما بعد السماح بتصدير 5000 طن، ومن ثم بكمية 1500 طن موجود حاليا في المرافق وجاهزة للتصدير. وأضاف الوزير أن الكميات المتاحة في الأسواق المحلية من زيت الزيتون أسعارها تفوق متوسط دخل الفرد، حيث تتراوح ما بين 1,300,000 ليرة إلى 1,800,000 ليرة للعبوة سعة 18 لتر، وأي زيادة على تلك الأسعار تعني أنه لا يوجد تصدير. على الجانب الآخر قال أستاذ اقتصاد إن انخفاض سعر الدولار حالة مؤقتة وسيعود للارتفاع مع نهاية شهر رمضان الكريم. وفيها قال الدكتور عابد فضيل الأستاذ في كلية الاقتصاد إن سبب انخفاض سعر الدولار بشكل أساسي يرجع إلى تضاعف حجم التحويلات الخارجية بغرض مساعدة الأهل على تحمل أعباء العيد والتكاليف الرمضانية، كما يتجه المواطنون لتصريف قطع أجنبي من مدخراتهم الخاصة لتغطية الظروف الاستثنائية في شهر رمضان الكريم ومتطلبات العيد، فالإنفاق بهذا الشهر يكون به نوع من السخاء وليس كأشهر الأخرى، الأمر الذي ينعكس بزيادة ملحوظة في المعروض من القطع مقابل ثبات أو انخفاض الطلب، وهي حالة يستغلها تجار القطع والمضاربون للشراء بأقل سعر. وأضاف الأستاذ في كلية الاقتصاد أن النشاط التجاري الخارجي بالدول الإسلامية والعربية وكذلك سوريا يتباطأ بشهر رمضان الكريم، حيث أن الأغلبية تكون استوردت احتياجات الشهر قبل بدءه، فيكون هناك نوعا من الهدوء النسبي بالنشاط وانخفاض وتيرة الاستيراد. ومعظم المعاملات التجارية في الدول العربية والإسلامية ينطبق عليها هذا التوصيف، لذلك ينخفض الطلب بهذه الفترة. وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد أن هذه الحالة تتكرر سنويا وستتكرر بحال ثبات العوامل الأخرى في رمضان وعيد الأضحى وعيد الميلاد ورأس السنة. ومجددا نؤكد أن الأسعار في الأسواق مرتفعة جدا وتفوق تحمل المواطن الذي لا يملك إلا دخله الضعيف للإنفاق منه، الأمر الذي يزيد صعوبات الحياة عليه. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل الدولار في دمشق 14000 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14000 ليرة للبيع و 13850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14050 ليرة للبيع و 13950 ليرة للشراء،
وسجل الدولار في الحسكة 14400 ليرة للبيع و14300 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14100 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14100 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15253 ليرة للبيع و15058 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10357 ليرة للبيع و10238 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17841 ليرة للبيع و17640 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9214 ليرة للبيع و9100 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 436 ليرة للبيع و429 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3722 ليرة للبيع و3679 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45564 ليرة للبيع و45051 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3812 ليرة للبيع و3769 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3848 ليرة للبيع و3804 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19770 ليرة للبيع و19551 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10701 ليرة للبيع و10586 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 290 ليرة للبيع و288 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل جرام الذهب عيار 24974 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22895 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21855 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18734 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2158 دولار فاصل 93 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,897,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 485 دولار فاصل 71 سنت، وسجلت أونصة الفضة 352,074 ليرة سورية اللي بتساوي 24 دولار فاصل 79 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 11,320 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90,000 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تدريساتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.